Fala. السلام عليكم ورحمة الله كازو. رجعنا معكم من جديد كما كتشوفوا هنا في هذه الشاشة هذه اللي هو برنامج كيتسمى توفيشير. توفيشير هي عبارة عن يعني نوع من الحلويات، وشير هي يعني مشاركة. كل ما عليكم أنكم ديروه في هذا البرنامج هذا هو أنكم تجيبوا الفيديو اللي باغي تصيفطوه، يعني اللي غنصيفطوه لشخص معين، سواء انه مثلا في مكان معين ولا في اي مكان. ورجعنا معكم جديد. هذا هو البرنامج اللي يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما شفتوا في التقديم، هذا هو البرنامج اللي خصنا نصيفطوا به الفيديو. وعلاش طرحت الفكره هذه؟ لان كانت واحد الاخت بغات ندير لها مونتاج على واحد الفيديو، فكان المشكل كيفاش انني غنوصل الفيديو. فطرحوا الفكره تاعها على طريق الواتساب، نديروه مقاطع. يعني كانت يعني كل الحلول اللي لقيناها كانت حلول ماشي منطقيه وماشي عمليه. فلهذا خديت الفيديو درت الفيديو هذا على اساس ان نشرحوا هذا الموقع هذا اللي كيسهل المأمورية هذه، والعمل كيكون بسيط، بحيث ان الفيديو يعني دفعه واحده كتحطو في هذا الموقع هذا وكترسل لي الرابط ديالو، وانا كناخذو من هذا الموقع هذا كنزلو عندي في البيسي. بعد ما درت المونتاج عاود رسلت لها بنفس الطريقه، فكانت العمليه نوعا ما سهله، بحكم ان اول استخدام كان شويه صعوبات بالنسبه حتى الاخت اللي خدات الفيديو، وكان شويه ديال يعني مسائل شويه تقنيه. لكن هو في العام هو يعني برنامج بسيط سهل ومميز. فكما شفتوا في التقديم انه يعني خاص يكون الطرفين خاص يكونوا على اتصال بالانترنت في اللحظه ديال ارسال الفيديو. فكل ما علينا نديره هو اننا ناخذ الفيديو معين، يا اما كنكليكيو عليه وكنجيبوه مباشره بالطريقه هذه، او كديروا ليه عباره من دائره كديروا ليه استهداف، يعني كنكليكيو كتفتح لي الخانه وكنجيبوه جديد بالطريقه مثلا هذه. نديرو مثلا كليك هنا، فكتفتح لك النافذه، كتختار الفيديو ديالك اللي بغيت تاخده وكتنزلو. الفيديو هو هذا اللي عندي موجود بالطريقه هذه، كنحطو فكتطلع لك هذه الخانه هذه. هذه الخانه هذه هذا هو الرابط اللي كنرسلو، او على طريق الديكودر يعني داك الكاميرا كودر، يعني الكاميرا اللي كتسكاني لي كود، كتسكاني الكود هذا فكيوصل عند كيوصل لي هذا الرابط هذا، كيتفتح هذا الرابط هذا عندنا مباشره، او كيفتح لي الفيديو، او كدير طريق ارسال على طريق الواتساب او الفيسبوك او ايميل او ما الى ذلك. يعني مثلا نعطيو مثال بسيط، ناخذ مثلا الرابط كنمسحو، هو كيعطينا بانه مسخ لي الرابط،
نجيو نحلو مثلا برنامج جديد، نحلو برنامج جديد، فهذاك الرابط اللي عندنا كنزلوه مثلا، نحطوه في هذا المكان هذا، كنديرو لي انتر. فاش كيدير كيبدا اننا ننزلو الفيديو مباشرة، كيدير لك داونلود، كيبدا ينزل لك الفيديو مباشرة. هنا كتعطي المكان فين بغيتي تستهدفو، كدير لونجخي. اش كيدير؟ فكيبدا ياخد من منطقة ا الى منطقة ب، يعني هاد جوج الناس، يعني هذا مفترض هو المرسل وهذا هو المستقبل، خاصهم يكونوا بجوج، خاصهم يكونوا في اللحظة ديال التحميل، خاصهم يكونوا اونلاين، يعني يكونوا في الانترنت. وكتبقى في على سرعة الانترنت، كل ما كان الانترنت عندكم في الواي فاي يعني سريع وقوي، كل ما كان المدة كتقل، وكل ما كان الفيديو كبير، كل ما كان العملية كتكون شوية أبطأ، لأنه كتكون المعلومات ديال الداتا كبيرة. هذه هي الفكرة باش أنكم ترسلوا ملف. جاز بانه يسهل العمليه ديال ارسال واستقبال الفيديوهات من شخص الى شخص او من جهاز الى جهاز مهما كان الحجم تاعو. هذه هي فكرة تاع اليوم، واللي يعني طلب وليس امر. اللي باقي ما اشتركش يشترك معنا ويفعل الجرس ويكتب لنا التعليقات كل المشاكل اللي كتطرقوا ليها او المشاكل اللي كتصادفهم باش نحلوها ان شاء الله. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.